صوت الشفن كان أغنيتي المناهل. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. المناهل تشاهدون الرجل يرينا كلمة لذيذ لذيذ يا عامر، ولكن لم يبق لدي إلا حبة توت واحدة. رائع، ولكن لم يبقى عندي إلا حبة لوز واحدة. ذلك اللوز يبدو جيدا. وكذلك التوت. عامر. نعم يا زيد. لما لا نتبادل؟ أنا أعطيك حبة التوت الأخيرة إذا أعطيتني حبة اللوز الأخيرة. فكرة جيدة، ولكن في المرة السابقة التي اتفقنا فيها أخذت كلتيهما وتركتني دون شيء يا زيد. أرجو أن تثق بي هذه المرة. هذا وعد يا عم. وعد. هذا وعد. وعد. إذا أعطيتني حبة اللوز سأعطيك حبة التوت. لا بأس. انتظر انتظر، لدي فكرة أحسن. أرمي لك حبة اللوز وترمي لي حبة التوت في نفس الوقت. دعني أستوعب ذلك جيدا. استوعب. أرمي لك حبة التوت في نفس الوقت الذي أرمي لك فيه حبة اللوز. موافق. هيا. واحد. اثنان. ثلاثة. لقد أخذ الطائر حبة التوت. وأخذ الطائر حبة اللوز. كان يجب أن يثق أحدنا بالآخر يا عام. نعم يا زيد، لن أشك فيك مرة أخرى، ولكن لن أثق بالطائر أبدا. أنا كذلك يا صديقي يا عام. مغامرات أبي الحروب. يوم السرب. يمضي بطلنا أبو الحروب يوما في السرب يشاهد مدرب الفيل. هيا هيا، لقد ضربت فيلي على الجلوس فوق صحن بكل وزنه الضخم.
دون أن يكسره. انهض أيها الفيل، انهض. لكن ما ذلك الجالس بين المتفرجين؟ إنه خربوط الشرير بنفسه يدبر حيلا جديدة. سترى من يدبر حيلا ومن أذكى من الآخر. أخرج خربوط جهاز تغيير الكلمات وضغط على الزر نحو كلمة فيل، وانتزع حرف الياء من الكلمة واستبدله بحرف الواو، محولا كلمة فيل إلى كلمة فول. ألا يشعر هذا الخربوط بالخجل من نفسه؟ هل يكتشف الجمهور الخدعة؟ هيا يا فول انهض. مرحبا يا أمي، أنا أبو الحروف، أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. أبو الحروف ينتزع الياء المفقودة من قميصه ويضعها بدلا من الواو في كلمة فول، محولا إياها إلى كلمة فيل ثانية. عادت لي وظيفتي، والفضل لك يا أبا الحروف. انهض أيها الفيل، انهض. عندي أشياء أهم من مشاهدة هذه المهزلة. ها، ما الذي يخطط له خربوط الآن؟ حاولوا أن تعرفوا ما سيحدث، ولذلك تابعوا الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.